سمعت العزف على البيانو فلم أستطع المقاومة. أحيانا يجد أحدنا نفسه أسير رغبة لا تقاوم. أعذريني. لكن عزفي لا يعجب. إنه عادي. عفوا رديء. لن أغضب منك، فقد سبق وصححت لي معلوماتي. على فكرة الأسطوانة كانت لبيتهوفن لا لموزار. كنت مصيبا، وهذه المرة أيضا، وهذه المرة تبدو وكأنك ناقد موسيقي. لقد مارست هذه المهنة ضمن هواياتي المتعددة. أنا لم أمارس العزف، تعلمت مبادئه عندما كنت في المستشفى. كنا مجموعة من المرضى والممرضات، نقيم حفلات آخر الأسبوع فنعزف ونغني، وسنحت لي الفرصة أن أعبث ببيانو المستشفى. كنت مريضة؟ ممرضة؟ لا، لم أولد في هذا القصر ولا في غيره. لم أعرف من حياة القصور ولا ما هو أدنى من حياة القصور. ساقت لي الظروف أن أتزوج رجلا ثريا، سرعان ما مات، وهكذا. حظك أفضل من حظي. أنا لم تسق لي الظروف امرأة ثرية. لا 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 مانع عندي من أن تبقى حية، لا أريدها أن تموت. على الأقل أفضل من أن أبقى سائقة. أليست قيادة السيارات من ضمن هواياتك المتعددة؟ وهذا أيضا. بيانو؟ هل تسمحين لي بالعزف قليلا؟ تفضل. شكرا. من أين لك هذه المقدرة؟ شكرا لأنك سمحت لي بالعزف. لن أنسى تواضعك هذا أبدا أبدا. هل أدخلت السيارة إلى الجراج؟ لا لا، أصلحتها بنفسي. من ضمن هواياتي أيضا. بالإذن.